نقف اليوم مع عدد من البحرينيين في المهجر في أمام السفارة البحرينية في برلين لنعتصم ونوصل صوتنا للمطالبة بالإفراج الفوري عن الحقوقي عبد الهادي الخواجة الذي هو مضرب عن الطعام ويدخل يومه 24 وحالته الصحية متدهورة، ولذلك اليوم نجتمع لنوصل صوتنا بضرورة الإفراج عنه الذي هو معتقل رأي ومعتقل تعسفي، وقد وثقت الأمم المتحدة أن الحقوقي عبد الهادي الخواجة اعتقاله تعسفي، فلذلك اليوم نضم صوتنا إلى صوت الأمم المتحدة. نعم هو معتقل تعسفي ويجب الإفراج الفوري عنه. وأيضا نتضامن مع الحقوقية مريم الخواجة التي أتت لزيارة والدها وتم اعتقالها في مطار البحرين، ويتم الانتقام منها بسبب نشاطها الدولي طيلة السنوات الماضية في مجال حقوق الإنسان وأيضا على المستوى الإعلامي، وأيضا بسبب حملة المطلوبين للعدالة. الآن يتم الانتقام من مريم بسبب نشاطها الحقوقي والدولي، ولكن العمل الحقوقي لا يتوقف باعتقال لشطاء حقوق الإنسان. فمركز البحرين لحقوق الإنسان وغيره قد أخرج جيلا من الحقوقيين في البحرين، وباعتقالهم لن يتوقف العمل الحقوقي في البحرين.